تعالوا نروح للشكل على الأرض. إيه اللي حاصل على أرض غزة؟ إيه اللي حاصل على أرض الواقع والمعارك؟ تعالوا نشوف خريطة بتوضح المداخل اللي فيها اللي حاول يدخل منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الدخول البري، الأماكن اللي دخل منها في محاولة لتطويق الشمال قطاع غزة وفصله عن الجنوب. هنا زي ما قلنا امبارح من المنطقة المجاورة لمعبر إيرز، هنا بيت لاهية زي دي المقابلة لناتف لأحد اسمها الكيبوتس الإسرائيلية، وهنا بيت جالة، وبيحاولوا يدخلوا منها. المنطقة دي شمال قطاع غزة، وهنا المنطقة دي المقابلة لزكيم، بيحاولوا كمان يدخلوا منها. يبقى عندك ثلاث أماكن بيحاولوا يخترقوا منها من الشمال وبيواجهوا بقوة نيرانية عالية. هنا بيت لاهية، هنا جباليا، تقدر تقول ان ده مخيم جباليا، المخيم الاكثر اكتظاظا بالبشر في العالم هنا في منطقة جباليا. عشان كده كان في مجزرة امبارح وفي مجزرة تانية النهاردة. دي حي الرمال اللي تم تدميره في غزة نفسها، في مدينة غزة نفسها. هو بيحاول يفصل الشمال ده كله عن جنوب ووسط قطاع غزة، فبيحاول يخترق من الشمال ويحاول يحدث هنا مجازر، فالناس تخاف وتنزل الى الجنوب. والمنطقة بتاعت وادي غزة اللي دخل منها هنا، اللي هي منطقة جحر الديك، وفيها مواجهات عنيفة جدا جدا جدا، وتكبد فيها خسائر كبيرة بشكل لا تتخيله. بحسب ما قالت او ذكرت حماس والجهاد الاسلامي، ان في كمائن كتير وقع فيها، ومنهم بيت كان ملغم، ومنهم انهم بيبغتوهم وبيطلعوا لهم من انفاق بيقتلوهم ويمشوا. وغير ان ابو عبيدة امبارح بس قال ان تم تدمير اكثر من 22 مدرعة. لك ان تتخيل ان صاروخ ب $500 بيدمر دبابة مركافة ب $70 مليون. لك أن تتخيل ده حاصل بالفعل في المساحة دي. المساحة دي يا جماعة لا تزيد عن 10 كيلو، يعني 10 كيلو بالكتير طول. ومواجهات مستمرة في هذه الأماكن، وأكثر منطقة دخلوها من هنا جحر الديك، ولكنها منطقة رخوة زي ما بيوصفوها عسكريا، لأنها منطقة زراعة ما فيهاش ناس كتير. يعني ده الحال الحاصل في المنطقة، منطقة شمال قطاع غزة وشرق قطاع غزة، ومحاولات الاقتحام. وفي استبسال عبر عنه زي ما شفنا من شوية يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، قال دفعنا وندفع ثمنا كبيرا. ثمن الكبير ده من الدم. لواء جفعاتي مثلا على سبيل المثال، يعني على الأقل في 15 قتيل حتى الآن، ده بحسب كلام الجيش الإسرائيلي والمتحدث الإسرائيلي. طيب أبرز المعارك اللي حصلت، طيب القناة 13 الإسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 15. هم دلوقتي لحد دلوقتي بيقولوا 15، ولكن في عندهم مصادر تانية قالت 18، وفي مصادر في المقاومة بتقول العدد أضعاف المعلن، يعني بتتكلم في عدد أكبر من اللي تم إعلانه.